انما جزء صغير منهم هو اللي عمل ده. بس تخيلوا لو السلفيين هي اللي عملت ده كنا عملنا فيهم ايه. التغطية دي تشوفوها بقى ببراعة في مجلة روز اليوسف. الحقيقة انا متابع المجلة دي من قبل من ايام النظام السابق لحد دلوقتي. انا مش شايف اي اختلاف خالص، وحد يدلني على الاختلاف بين عبد الله كمال واسامة سلامة. الحقيقة ده عدد ايام عبد الله كمال، لا ده عدد ايام عبد الله كمال، ده عدد لروز اليوسف ايام عبد الله كمال. حرب شنعاء اهي، ده عدد ايام عبد الله كمال رئيس تحرير المجلة دي. حرب شنعاء على التيار الديني او التيار السلفي، التيار السلفي الاسلامي مش المسيحي. وجوه العدد برضو معلش يا استاذ بدوي، جوه العدد راقبوا مساجد السلفيين او انتظروا حريق الاسكندرية. ده جوه العدد ملف كامل على السلفيين والتيار الديني والاخوان. ده ايام مين؟ عبد الله كمال. عدد بقى ايام الاستاذ اسامة سلامة، انتوا عارفين ان الثورة لما قامت اتغيروا رؤساء التحرير وتم تغيير عبد الله كمال وجاء الاستاذ اسامة سلامة، هو كان احد كتاب روزا اليوسف. ده عدد بقى ايام اخر عدد لروزا اليوسف دلوقتي. جوه في ايه بقى؟ جوه في حرق الكنيسة ب2000 جنيه، وازاي ان البلطجية دول كانوا مأجورين من التيار السلفي اللي موجود في امبابة وهم اللي اشعلوا فتنة امبابة. برضو نفس الحرب الشنعاء على التيار الديني المسلم مش التيار الديني المسيحي. وجايبين جوه هنا في العدد ده نفسه اهو معلش يا بدوي، محرضون على ولكن طلقاء، مجموعة من مشايخ السلفيين مكتوب تحتهم عنوان محرضون ولكن طلقاء. العدد كله هو بلاغ للجيش وبلاغ للأمن على المشايخ دول انهم يقبضوا عليهم. انا بس عايز اعرف فين زكريا بطرس؟ طيب اذا كنتوا بتبلغوا على الناس اللي بيعملوا فتنة، فين يا روزا اليوسف زكريا بطرس ومحرض الفتنة؟ فين كلام القصصة او القساوسة اللي كانوا موجودين بيحرضوا الناس على حمل السلاح؟ فين دول؟ يعني يا جماعة اذا كنا يعني ليبراليين ومشجعين لأي طيار اخر، طب ما نتعامل بنفس المكيال على دول وعلى دول. يعني اذا كنتوا هتتعاملوا على كده ما نعملش زي المهندس نجيب ساويرس، لانه في نفس العدد ده برضو معرفش الاستاذ بدوي عنده الحوار مع المهندس نجيب ساويرس اهو، لو مش عنده في نفس العدد. المهندس نجيب ساويرس راعي الليبرالية في مصر، حقيقة انا ما بختلفش معاه وراجل له فضل عليا الحقيقة، وانا تجمعني بيه علاقة خفيفة كده. انما يطلع يقول في نفس العدد ده حوار يقول قال انه لا يحترم القبطي الذي ينضم الى حزب الاخوان. السؤال بقى يا باشمهندس نجيب انت مالك؟ يعني هي انت مالك دي مؤدبة شوية، بس انت مالك؟ واحد قرر ينضم قبطي ينضم الحزب الاخوان، انت مالك؟ انا قررت انضم الحزب الاستاذ نجيب ساويرس، اي حد في مصر ماله؟ يا جماعة اذا كنا متفتحين وعقليات متفتحة ما نحترم الطيارات الاخرى ولا نصادر عليها ولا نقصيها. ايه مصلحتنا ان احنا نقصي طيار على حساب طيار اخر؟ انا بفهم الليبرالية كده، معرفش المهندس نجيب ساويرس فاهمها ازاي. انا العدد كله بتاع روزا اليوسف الحقيقة ما لقيتش فيه مقال اعرف اقراه واحترمه الا مقال للكاتب احمد الطهري عن لجوء الاقباط في مصر الى الهروب للخارج او الهجرة للخارج. مقال هايل بهني الكاتب احمد الطهري عليه. لكن ارجع تاني واقول ايه الفرق بين المهندس نجيب ساويرس اللي هو بيتكلم فيه على انه ما يحترمش القبط اللي ينضم للاخوان، وايه الفرق بينه وبين موظفه رئيسه شهر عقاري؟ ده مقال قدامنا بتاع احمد الطهري في روزا اليوسف، مقال هايل جدا عن ازاي الاقباط جيروا بعد الثوره وعملوا لجوء بشكل واسع جدا وشاسع لامريكا. وقلنا اللي عايز ما يقعدش في مصر ما يقعدش، مش مهم، مش قضيه، مصر مش هتنقص مسلم او قبطي هاجر منها. انما ارجع افكركم تاني، ارجع افكركم تاني بس بعد الفاصل اقول لكم ايه الفرق بين المهندس نجيب ساويرس الذي لا يحترم القبطي اللي بيدخل حزب الاخوان، والفرق بين رئيسة الشهر العقاري اللي طلعت عين واحدة جاية تعمل توكيل لحزب نجيب ساويرس. نطلع الفاصل ده ونرجع تاني.